كما كل نهار أحد هذا الموعد اللي سنستو به على القناة الوطنية الأولى في نهار مع كوثر. إن شاء الله نعدي وقت حلو مع بعضنا. الصغير نتاع اليوم عازب مزيان ومحليه محليه، ومن بعد تتعرفوا عليه وتتعرفوا على أفكاره ورأيه في برشا حاجات. دونك اقعدوا معنا ما تبدلوا حتى بلاصة أخرى، اقعدوا على القناة الوطنية الأولى. وظيفي وصل. عسلامة 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 جهاد. عسلامة. شو أحوالك؟ لاباس. ما ناخوش بوسة؟ عسلامة. صافا؟ لاباس؟ الحمد لله. إيجا سلم عليا. شبيك قعدت تقف بعيد أنت؟ عسلامة. صافا؟ دور أنت شوي. تهنى عليه؟ إي. أنا وياه باش نعدي وقت حلو وبعد تجي تروح. إن شاء الله. عايشة. هيا باي باي. المره الجايه تجيني انت ضيفه ان شاء الله. عايشه باي. صافا شهيد؟ صافا. شنو احوالك؟ لاباس. انت قداش عمرك شهيد؟ 8 سنين. 8 سنين. وفلا قسم تقرا؟ في الثالثه. باهي. انا وياك باش نعديو وقيت اليوم باش نتحضروا في جو نتاع افتتاح نتاع بوتيك جديده نتاع صغار. اوكي؟ هاي يلا نمشي انا وياك. مرحبا. شنو هذا يا سيدي؟ البوتيك فيه كل ما يهم الصغار. كيفاش انت جهاد تختار حوايجك؟ نقولوا احنا انت اليوم بتختار كادو لخوك صغرو. قد عمره خوك؟ 5 سنين. شنو تختار له انت لهنا؟ راه وريني. هاي اي هيتها. نختاروا له صورية في الازرق، كروبيت ازرق. شنو معاها اخر؟ هاي سروال هكا في 5 سنين. اي حلو. هذا جيلي. اي انت بالطبيعه رجال عاد عمرك 7 سنين. نختاروا 7 سنين. هذوما هكا نخليهم على شيره. تفضلي. بيه اجا نطلع انا وياك على خاطر فما زاده العاب الفوق. باش نشوفو. قل لي انت شنو اللي باش تختار؟ باش نختار هذه. واو كرهبة وحمراء. ميرسي. هذوما الكادو من امريكان كيدز. ميرسي. مرحبا بكم في امريكان كيدز. اليوم لوفرتير نتاعنا، نحن بوتيك نبيعوا لي جرون مارك امريكان الكل. مرحبا بالناس الكل وبسم الله. بسم الله. يلا. اوه برا. الف مبروك. ان شاء الله بالبركه. هاي نمشيو نحكيو شويه. يلا. بعد ما عملنا جولة واخترنا الحوايج والكادو والناس كل تحب بعض الكادوات، أنا وياك نحبوا نحكيو في حاجات تهمك. أول حاجة الساعة نحب نعرفك أنت معدلك قديش في القراية؟
17 فاصل 58. تبارك الله، معناها متلمذة القرايين انت، متلمذة الباهين في القصر. ها احكي لي شويه على المدرسه نتاعك. باهية و عسلامة. اي المدرسة دونك باهية، احكي لي عليها شوي. مسالش احكي لي، مسالش عمي معانا وانت تحكي. حاشم مني. ها؟ باهية وفيها برشا حاجات باهين. و شنو هما الحاجات الباهين اللي في المدرسة؟ احكي لي عليهم. مثلا الجازون وكل شيء وحاجات و عندك صحاب باهينة؟ القسم اللي انت فيه فرحان بيها؟ اي المعلمين نتاعك باهينة؟ اي تحبهم الكل؟ الكل. شكون احسن معلم انت تحبه؟ الكل كيف كيف. الكل الكل؟ الكل الكل. دبلوماسي انت. باهي، وشكون احسن معلم ولا معلمه انت تحب ديما تقرا عنده؟ الكل نحب نقرا عنده. معليش قل لي السؤال جبته لي بطريقه اخرى كيكا. لا مرحق، معناتها نحب كان الكل معناتها كيف كيف. عيا باهي، وشكون احسن اصحابك في القصر؟ الكل، ما فماش معناتها وحدات نكرههم ولا حاجه. قسم كامل باهي. عندك صاحب واحد تفضلوا على الكل ولا لا؟ لا كلهم باهين. كلهم باهين. باهي. عندك صاحب تقول له سر ولا تحكي له حاجه هكا؟ لا الكل صحابك تقرا معاهم وتحبهم. وانت متلمذة العاقلين ولا المشوشين؟ معناتها عقلي عقلي. انت من العقلي. تعمل عمليات في القسم؟ لا بالكل. شكون اللي في القسم عندكم ديما يعمل عمليات؟ مش معناتها مش معناتها ما يعملوش عمليات. عمليات معناتها نص عمليات. اي شنو هو النص عمليات اللي تعملوه؟ ساعات تبدو مثلا صاحبي يبدا يتكلم مع الاخر وكل شيء، ما تتعقب كي يحكيوا مع بعضهم. هذاك هو التشويش، هو اللي يشوش، هو اللي يحكي مع اصحابه في القسم واللي المعلم يتغشش هكا ولا لا؟ الطريقه نتاع القرايه نتاعك عجبتك؟ فماشي حاجة تحبها تتغير؟ الطويل معناتها فيهم برشا ستيلوات ويكتبوا عليهم. اي ماذا بيك الطويل الاخرين جدد؟ اي ما فماش حاجة أخرى. ما فماش حاجة أخرى تقلقك، بارك الله فيك. هذه الكريب تاع الشوكولا. أيوا ميرسي. معناها أنت مثلا مش من الصغار اللي مقلقك رزن الكرتابة؟ لا ساعات كتبة تبدل زينة نهزة بلقوة بسيط. معناها ترى لي برشا كتب وبرشا كرارس. كي تكون أخف خير. ثم طريقة كيفاش نجم نخفوا في الكرتابة زعما؟ لا ما ثميش. فما في بلدان أخرى عاملين كازيي في القسم لكل تلميذ يخلي فيه الكرارس والكتب. تعجبك الطريقة ولا ما تعجبكش؟ تعجبني. وتروح خفيف وتجي خفيف. أه؟ رزينا برشا الكتابة عليكم. أي خاصة ساعات تبدا خفيفة، ترى عشان نحط فيها ساعات يبدو فرنسي وانجلي تبدا خفيفة، معناتها مش رزينا برشا. أي سينو تولي رزينا برشا كان نحط فيها أدوات أخرين يبداو رزا. باهي. أنت عندك خوك الصغرون قد عمره خوك؟ خمسة. خمسة سنين. عاقل ولا مش عاقل؟ لا عاقل. عاقل؟ من ان العصافر قاعده تقول لي في حكايات اخرين يظهر لي. لا في القسم عاقل عاقل عاقل، اما كيف يمشي للدار يقعد يلعب معناته وكل شيء. انا قالوا لي تعمل في عمليه انت وياه. لا شنو هما العمليات؟ سنة قول العصفوره تعاود لحكايتها ونقول لك. قالت لي ايواش قالت لي جهاد هو وياه يلعبوا البوكس في الدار. بوكس في الدار؟ ايه. ليه؟ ليه ايه؟ تتكربسوا في الدار؟ لا. تلعبوا الكورة؟ لا. شنو هو اللي؟ والله في الكورة ليه؟ ما نلعبوش به. في الدار ما تلعبوش بالكورة؟ نلعبوش به. مالاش تلعبوا؟ نقعدوا نلعبوا نمشي معناتها نقعدوا نلعبوا
عندنا بيسين نلعبوا بها. ايه؟ معك وساعات كي نخرج نلعب اللي معناتها برشا. تلعب برشا. عندك اصحاب في الحومة؟ لا. ما عندكش، عندك كان صحبة خوك هكا هاو. انا والله في بالي هكا في بالي باش تحكي لي على العمليات على خاطر عجبوني انا، يا اخي انت توا قلت لي ما فماش بالكل. بالدار؟ ايه. ما فماش معناتها عمليات. ايوا احكي لي كيفاش انت وصحابك كي تقعدوا شكون تحكي؟ تحكيوا معناتها على عباد؟ لا 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 شنو تحكي وشنو الحاجات اللي تحكيوهم مع بعضكم؟ شنو التفادليكه اللي تعملوها تنكتوا مع بعض؟ مع بعضنا نحكيوا كاو معناتها. انت قالوا لي انت تحكي نكت مش نورمال، شنو اللي؟ ما نحكيش. مش عندك نكته باش تحكيها لي؟ اي عندي، اما مش نقولها في القسم. ليه مش في القسم وقت الراحة انتم تحكيوها؟ ها؟ ها؟ كيفاش النقطة تحكي لي؟ أما مش نحكيها لهم معناتها، إنما مش حتى في الساحة ما نحكيها لهم مش معناتها. وين حكيتها من النقطة؟ هكيك نقعد وحدي ندبر في نقطة. تحكي عن روحك وحدك؟ نحي ندبر نقطك ها؟ ترى احكي لي النقطة. فما واحد اسمه حسني، دخل في بوتو واحد مشي منه والآخر مشي منه. خاطر حسنين زوج هكاكا. ايوا ريت كي قلت لك اللي انت مع اصحابك تحكي النكت وتفدلك. ما نحكيش معاهم. مش حاجه خايبه راه علاش تنكت؟ ليه والله ليه بالحق معناتها ما نحكيش معاهم نكت. باهي. ايا سيدي خلينا من اصحابك نجيو لك انت جهاد. انت ترى فما حاجات هكا مقلقينك في البلاد، حاجات ناقصه، حاجات ما تعجبكش. شنو مثلا؟ مثلا فما وحدات يطيشوا حاجات في الشارع وكل شيء. اي معناها الوسخ هو اللي قلقك. اي شنو الاخر؟ ما فماش حاجه اخر تقلق. انت كطفل صغير في عمرك انت حتى شيء اخر ما يقلقك؟ حتى شيء. كي صبت الشتاء مش قلت لي حاجات ريتهم قلقوك؟ اي شنو ما مثلا؟ لعب مثلا الدنيا تفيض و برشا ساعات عباد يدخلوا لهم ما في ديار. حاجه من الحاجات اللي قلقوك. اي ترى اللي الصغار الكل ما ناقصهم شيء؟ لا فما حاجات ناقصهم. كيما شنو؟ فما احداث مثلا يمشيوا مثلا حتى ماشيين للقرى يقعدوا برشا 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 باش يمشيوا. اي وديما معناتها يقعدوا يمشيوا برشا 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 لين يتعبوا. اي دونك انت تراها ديك حاجه من الحاجات اللي تقلقك. اي باهي كان انت تولي عندك سلطه وتنجم تعاون وكل، شنو اللي تعمل؟ مثلا العبيد حتى يبدا عنده 10000 ينجم ياكل بها ويشرب وكل شيء. يا عيني يعني تعمل لنا كل شيء ب 10000؟ معناها انت توا رئيس مثلا، انت توا في بلاصه باش قايد السبسي. تعمل لنا كل شيء نجموا نشريوه ب 10000؟ نعم هذايا. هي شنو ليخ؟ مثلا كل شيء معناتها يولي رخيص، ما فيه معناتها مش برشا فلوس. كيما شنو مثلا؟ مثلا كيما الكراء مثلا برشا فلوس. يوليو برخاص ولا بلاش؟ لا يوليو رخاص. رخاص مثلا حتى يرخاص معناتها مش برشا فلوس برشا برشا برشا. اي معناها انت ترخص لنا في الكراهب ونوليو ب 10000 نشريو كل شيء، مثلا ب 10000 نجم نشري دار. لا كيكا ما جيش. قلت ب 10000. اي معناتها حاجة ولا الديار بلاش؟ لا الديار معناتها مش برشا 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 فلوس. هي. شوية برشا. قد ايه تولي الدار؟ ب 600 ب 500 دينار. 500 دينار نشريو دار. باهي موافقين؟ دار كبيرة. باهي اي كيفاش الدار انت كيفاش تتخيلها الدار اللي ب 500؟ فيها بيسين و و اي وجنينه وكا وبالطبيعه الدار معناتها فهم دار كبيره وبالبيسين وبالجنينه وب 500 دينار. باهي باهي برشا. اي شنو شنو الاخر؟ كا والمعيشه كيفاش تولي؟ تولي معناتها الكيس ما ماشيوش باش وسخ وكل شيء نظيفه. اي اي وكل شيء رخيص. باهي برشا ذوما قرارات يهمونا برشا. مازال عندك الماء والضوء كيفاش نعملوا فيه؟ يوليو معناتها بليش ما فيهمش حتى فلوس. بلاش فلوس بالصباح لليل عندنا الماء والضوء. دار بالبيسين وبالجنينه وماء وضوء بليش وكل شيء نشريوها ب 10000. يا ودي عارف شنو نعيم معناها.
والله لا بيه يا سيدي، هذا احنا كان تولي انت رئيس نفرحوا بك برشا. انت ايش تحب تكون نهار اخر؟ طبيب. طبيب شنو؟ طبيب معناتها يداوي العباد وكل شيء، معناتها مازلت ما انا نعرفش معناتها شنو نولي. مش مقرر طبيب شنو، المهم طبيب. علاش اخترتها طبيب؟ خاطر يداوي العباد وباشا حاجات باهي. باهي. تكون طبيب ناجح ان شاء الله. ان شاء الله. باهي كي تكون طبيب تقعد في تونس ولا تخرج خارج تونس؟ نقعد في تونس ونقعد في تونس. تقعد في تونس، تحب تقعد تعيش لهنا؟ خاطر سمعنا معناها اخيرا انه برشا طب خرجوا من تونس ولاو يخدموا في بلدان اخرى، ما عادش يحبوا يقعدوا لهنا. اي معناتها مش ديما، ساعات نقعد لهنا وساعات نمشي لبلاد اخرى. اما مستقر هنا طبيب في تونس هكا ولا باش احنا نستنفعوا بيك. كيفاش العيشة متاعك تتخيلها؟ معناتها باهية، مش فيها برشا حاجات خايبين وكل شيء. ايش معناها باهية؟ احكي لي. باهية مثلا تبدا انت تحكي على الدار، معناتها ما نعرفش انت حلمتك وين تحبها، في الدار ولا كل شيء؟ احكي لي على كل شيء. ما معناتها ما نجمش نفسر لك. ما ليه ليه قل لي تو نعاونك. معناتها الدنيا معناتها حتى كان في دار مثلا برشا فما برشا حاجات باهين، ومعناتها الدنيا مش تقعد برشا فلوس بمليون ولا زوز ملايين. معناتها تحلم بعيشه حلوه وكها وما تعرفش كيفاش. ما نعرفش. ما تعرفش كيفاش. انت ماما هي اللي بتعاون فيك في القرايه؟ ايه، ومره زوز معناتها يعاونوا في بابا وماما. شكون اللي يقريك، بابا ولا ماما؟ شكون الصعيب في الدار؟ الصعيب يقريني كل مره واحد، مره هي ومره انا ومره هي، كل مره واحد معناتها. ساعات نقرا وحدي. بابا سهل ولا صعيب؟ ليه ما معناتها فهمني، معناتها مش يقعد معناتها مش تما سهل. اي وماما كيف كيف؟ ما مش معناتها تفهمني برشا حاجات. قلت لك ماما كي تبدا تحكي معاك في حاجات تهمك، تعمل حوار معاك وتتناقش معاك وتقول لك اعطيني رايك. اي مش تعطيك اوامر تقول لك اعمل هكا وكا هاو. تراها حاجه باهيه كي ماما تتناقش معاك؟ هيا احكي لي كيفاش الطريقه تراها باهيه. ترى معناتها تحكي معايا مش تبدا تعيط وحتى شيء معناتها. تراها الحوار باهي معناها. وانت كي تحكي معاك ماما وتتناقش معاك مره واحده وسهي وتفهمها. معناها من الحكايه حكيتوا فيها ساعات ننساها معناتها. تعاود الغلطه، تعاود مره اخرى. ايوه. وبعد كي تلقى روحك عاودتش تقول لها ماما؟ مثلا كي نعاودها مثلا هي تقول لي تعاود تذكرني معناتها فيها، كلها باهي معناتها. ساعات حاجات ننساهم. تطلب السماح كي تغلط؟ ايه عادي، تقولها ماما سامحني. هكاكا تحبها برشا انت ماما. شنو الحاجات اللي باهيه في ماما؟ احكي لي عليها. برشا حاجات. ماما الصباح كي تقاومك، هي اللي تقاومك الصباحة؟ اي. كيفاش تعمل كي تقاومك هي؟ يجي هي تقوم، يجي هي تقوم، تقوم. انا نقوم نمشي نغسل وجهي نعاود نرقد، نعاود هي تقوم نعاود نمشي نحك سنين نعاود نرجع نرقد، بعد تقول لها نمشي نقرا، نمشي نقرا. معناها الصباح ديجا انت عامل لها جو. وبعد شكون يوصل للمكتب؟ كل مرة واحد، مرة هي مرة مرة هي مرة بابا. معناتها ماما ديما توصل وتروح بيك. شكون يحضر الفطور؟ ماما. شكون يشري الحوايج؟ ماما. وشكون يتلهي بيك في كل شيء؟ مزوز ريتا. دونك هذوما حاجات الكل باهين فيها. شنو تقول لها ماما توا كي تتفرج في الحصة؟ خليها تتفاجئ بالكلام الحلو، وش تحب تقول لها؟ نحبك. ايه؟ كل شيء معناتها نحبها معناتها مش تحبها برشا. اي اي قول لها خاطر هي تفرح كي تسمعك. انا قلت لها. وبابا شو تقول له؟ كيف كيف؟ كيف كيف؟ قول له قول له. علاش كيف كيف؟ قول له قول له ان شاء الله يا ربي يفضلك ونحب. نحب. به انت كي تكبر تو هما تعبين ويجري ويخدموا باش انت تكون ناجح، شنو باش تعمل لهم انت كي تكبر؟ نعطي
نعطيهم برشا حاجات مثلا، هما يبداو حتى ما عندهمش حاجات وانا نعملهم انت تولي تلهي بكل شيء وهما يبداو مرتاحين هكا ولا تراه واجب انت الصغير كي يكبر باش تلهي بامو وبوه هكا ولا حاجه واجبه لازمه ولا معناها كي تحكيوا مع بعضكم انتم الصغار تقولوا لبعضكم حاجه لازمه كي يكبروا بابا وماما احنا نكبروا باش نتلهاو بيهم لازمنا ننشقوا باش نقول لهم مش معناتها صحابي ما نقولهمش ما نحكيوش ما تحكيوش في حاجه كيما هكا اما بينك وبين روحك تحكيها الحكايه نحكيها معناتها واحد وحدك تحكيها تعرف تغني جهاد اي تغني لي غنيه Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant. Les parenthèses après la course, les parties roulent comme pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'ombre mon passé. Je voudrais parler à mon père. Un petit hub d'arki dit maman, papa, ou t'es trahour maha? Oui. T'es le fils à la ouijé ou boka la colchaye? Oui. Mané le hajal t'hir fiha ou ouijé ou barléha? Hein? شنو انت مثلا الحاجات اللي بوك حكيت فيهم معاه وما حكاش معاك وما لا ما جاوبكش ما ديما جاوب ما فهميش معناتها مره قلت له حاجه ما فهمها ليش يعطيه الصحه باه باش مغروم انت جهاد مغروم بسبور سبور كره معناها لا مش كره كربيس وكل شيء كي نمشي معناتها نمشي لبلاصه نقعد نلعب فيها معناتها ماكش ما عندكش نشاط رياضي مع القرايه لا ساعة مرة ترينت أيكيدو أيكيدو إي بعدها بوكس عملت البوكس أيوة وعلاش بوكس أنت اخترت البوكس علاش شنو اللي عجبك في البوكس خدت برشا حاجات فيه باهين معناتها الهيا متاعك ما مش تاع بوكس علاه نعرفش ما عندكش هكا متاع بوكسور الهيا خدت منكش عملتها بوكس 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 هي ساعات نمشي نترينك يعجبك البوكس اي وشنو الاخر؟ اكيدو اكيدو ما تعجبنيش حاجه اخرى يعني مغروم بالسبور اي دونك انت باش تختار باش تختار قلت لي البوكس اي وباش اختار توا حاجه اخرى شنو معناتها سبور نتعلم برشا حاجات فيه معناتها انت من الاولاد القليل اللي ما قاليش كوره فوت معناها خاطر اغلب الصغار يحبوا كرة القدم ما نحبهاش دونك انت باش تقول له يقيدك في سبور اخر هكاكا تنجم تاكل راهو من الكريب وتحكي راهو مش لا ما ما نحكيو قبل هكاكا ولا نكملوا حديثنا بعد ناخذوا الكريب انت تحب الحلو ولا ما تحبش الساعة؟ ساعات مش برشا شنو الحاجات اللي تحبهم انت في الماكلة نتاعك؟ كل شيء نحبه معناتها ما فماش حاجة ما نحبهاش ما عندكش حاجة تقول هذه ما نحبهاش انت من الصغار ياكلوا اكل صحي ولا تاكل هكاكا في حاجات ليه؟ لا معناتها مش حاجات خايبين تاكل حاجات الباهي كيما شنو؟ كيما مثلا تفاح برشا حاجات معناتها باهي مش وتبعد على الحاجات اللي مش باهية تسمع كلام ماماك تقول لك ما تشريش الحاجات المعلبة والحاجات ساعات مثلا ساعات فما حاجه تعجبني برشا 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 نحب ناخذ منها اللمجه نتاعكم كي تهزها تهزها مده أيوة. شنو تهز معاك مثلا؟ ساعات مده بس ساعات ما حاجه معناتها كي تبدا مده شنو تهز؟ كسكروت بي برشا حاجات ناخذها المهم مده المهم حاجه نظيفه ومده بي عندك حاجه اخرى تحب تقولها؟ وإحنا يتفرجوا فينا تويكا في كل بلاصة الصغار يحبوا يشوفونا يحبوا يسمعوا منك حاجة عندك حاجة تحب تقولها لهم؟ يقراوا بالكدا و إي ومعناتها ويتلهوا في القراية يتلهوا في القراية ويسمعوا سيختو الكلام ها؟ يسمعوا كلام ماما وبابا عديت وقت حلو معايا؟ نمشيو لماما نشوفوها جات ولا؟ باش نبداو في الموعد نتاعنا؟ يلا تفضل تويكا ابدا كول وبعد نمشيو لماما شنو هذا شنو الجو هذا او جهاد وهذا الكادو نتاع خوه اللي هو اختاره وربي يفضلهم لك اعطيني بوسه ميرسي باي 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 وبالجو هذا نوفيو الحصه نتاعنا ان شاء الله ملتقانا لحد الجاي مع صغير
خير اخر، وانا باش نتوحشكم برشا برشا من هنا للجمعه الجايه. باي باي. ما يعرفوش راهو.